الله ضربش على ليونه كنقسم لك فمي بالله، عمرني شفت العيالات راجعين عريانين تشوفوا في ذاك النهار. انت دابا في طاليان جل راني في المغرب ورجعت ريفولي حرقتي وردو لا رجعت من تركيا يعني تريفولي خويا نعاود لك قصه للعبره وصافي بدا يدير بحسابه وصافي. المهم مالينا خويا، انا طاحت لي الفكره في 2023 في رمضان كنت كنخدم في دول الخليج بزاف، السعوديه قطر امارات. فاش تخدم؟ كنت خدام سيرفيس نيش السيرفيس ديالاش؟ غوستوغاسيو اوتيليا ريستورانت. مهم جيت للمغرب، سالت لي كونترا، جيت للمغرب صافي. مشيت اخويا كان عرفت واحد، مشيت لتركيا يمكن طاحت لي الفكره في دماغي موراها قطعت الطياره زدت حتى الدار ما قلت ليهم والو. مالك ما مالك غادي لدول الخليج معروف فهمش حتى ولا دربنا بقاو واخدينا كيفاش تجي شي طن ما عرفونيش بان ما كنت في تركيا ولا شي لعيبه بحال ما بعلينا. مشيت اخويا ما كنعرف لا حنين لا رحيم، ضربت الضربه الاولى خديت سكن شبابي بعدا جلست فيه، ضربت الضربه الاولى ما جابش الله ضربش على ليونه كنقسم لك فمي بالله، عمرني شفت العيالات راجعين عريانين تشوفوا في ذاك النهار. وي والله كانوا معنا السواره وتصور مشينا احنا في شهر خمسة يعني الموت ديال البرد شهر خمسة ما كانش كتصب كان البرد السم عيالات هم عريانين وعيالات رجلنا عريانين الدراري غيكونوا عارفين الجيور ديال اليونان بالحديد عشان تصور شادينا بحال اللي قلتي شدونا ليلة البارح ما تلقوناش الليلة الأخرى مع الجوج الليل وما هبطوناش في بالين هبطنا على هبطنا كنعومو شنو يقتلوكم انت فاهم شي كانوا شي افغانيين هما اللي كينفخوا البالين البالين طقباش ما بغاوش يغامروا بهم هما غامروا بينا حنا يدخلون. والله الا عيالات قلت لك كنشوف فيهم حاجه بالسوشيال واللعيبه كي ول اب ملابس داخليه دوبياس وسوريين هنا ما كانوش معايا المغربيات كانوا سوريات مولي رجعوا صافي. جات الضربه الاولى رجعت بحال قلتي تحلبت راجع مع شي دراري كي اللي ضارب على بلغاريا كي اللي ضارب على اليونان صافي فهمت البلان. رجعت للسكن ريحت مع الدراري عاوتاني واحد جوج سواري قال لي يلا نخرج على بلغاريا اول مره نضرب على بلغاريا بقى ما فتناش الحدود الحدود مشاش ما شفتش الكرياج كاع تعرضوا لنا البوليس صافي رجعنا بقيت بحال موكا كنمشي كنرجع كنمشي كنرجع واحد شويه قلت والله ما بقى عندي لا فلوس لا والو وانا نقول نمشي ريبيري. مشيت مع واحد الحراق لا داعي لذكر الاسم ديالو الله ياخذ فيه الحق من هاد المنبرات. مشيت معاه ديت ليه الجروب ديالو كنا كندير معايا النقطه أو واحد الدراري اللي عارفين راه واحد راه بحال قلتي غادي ليامبول صافي ديتهم ليه قال لي راه غتمشي معاهم وغتخلص لا ريال لا جدري. قلت لي صافي مشيت ديتهم تقاتلت معاهم 8 ايام ديال الطريق بحال جلست هاد نص النهار يومين الاخر ما كنجلسوش كنبقاو عاطينا الطريق خباط 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 ليل ونهار انفو في 79 حيت كنا خرجنا من يامبول انا قلت لك يا امبو خرجنا من ديريكيل ديريكيل كل جبال فهمتيني وقتاش توصل 79 كتولي تمشى بالليل ما كتوشاش بالنهار فهمتيني حيت حرت صافي ضربناها وصلت عيطت الحراق قلت لي شوف انا راه كاين مع الدراري راه كاملين معايا راه شي واحد ما ناقص ودرت فيهم العزيمه وهم مكملين معايا مشاو معايا ولا في قرعه السراغل حربي راه وصلوا دابا كلهم في الطالية ما علينا. صافي مشاو من عيط لي جا الخطاف اقسم لك بلاش بدا لي فردي قال لي يو نو ما غاتمشيش ويلوح ليا 200 اورو وزاد بهم
يعني لاخر اللي موصي. فهمتيني؟ هي فاش قلت لك تعرفت على دو الدرب سلطان اللي حرات جابني لدارو، كذبش عليك التراب ديال الرجال، هو خدام حتى هو حراق، التراب ديال الرجال كنقول لك. رجعت عرفتي، رجعت محطم ديال بصح، تصور لي حلك 200 اورو وراجع، ولا هم حايدين علينا العسكر، تلقاو ليه في الطريق، ولاش ماشي ديك 200 اورو، وبنادم كتشوف فيه وصل وانت راجع، شنقول لك تحطم بحال اللي قلتي تابعك شي تابع.